السلام عليكم. السلام عليكم. بغيت هذا النهار نتشارك معكم اخواني اخواتي هذا الفيديو، بغيت نتقاسم معكم واحد المشكل من تجربتي الشخصيه مع واحد المرض مزمن وخطير اللي كيعاني منه بزاف ديال الناس، اللي هو الضيقه والحساسيه او الرب. عينا بالادويه، عينا ما نعاني، وكنديروا جميع الاحتياطات، ولكن والو ما كاينش منفعه. دائما خصنا نمرضوا، ودائما خصنا نمشيو للطبيب، ودائما يعني العلاج كيكون غير مؤقت، ديكالمون دي هذا دي كورتيكويد، والحاله كتبقى هكاك حتى الانسان كيدي مول امانته. انا من 2007 وانا كنعاني من هذا المرض، هذا الحساسيه اللي تطور لي ولا لي ضيقه. الحمد لله حتى جاب الله، وانا نصحوني الناس بهذا الشيء هذا اللي غنتقاسم معكم. كنشكرهم بزاف بعدا من هذا المنبر، وهاد المنتوجات الرائعه ديال الشركه الامريكيه الرائده في عالم المنتوجات والمكملات الغذائيه الطبيعيه والفعاله. هاد المنتوجات هي البيدو الصفر، الالويفيرا، يعني هاد البيدو الصفر اللي هو معروف ديال شركه فوريفر، عباره عن عصير الالوفيرا اي الصبر، تحتوي على 96 من عصير الأوليفيرا المركز، ومن أجود أنواع الأوليفيرا المعالجة وهي البارباديسيس ميلر. تحتوي على 12 فيتامين، وكيحتوي على 18 حمض أميني، وعلى 200 عنصر غذائي، و20 معدن. جد فعال لبزاف ديال الأمراض. ثاني منتوج هو الايتام، هذا من شركه فوريفر ايضا، اي مصنوع من الثومه والزعتر في كبسوله، يدار في كبسولات. هذا المنتوج الرائع، تعادل كبسوله واحده من هذا المنتوج كتعادل 1000 ميليغرام من الثوم الطازج. هو منتوج مطهر ومعقم، مكون من الثوم، والثوم يحتوي على مضاد الأكسدة قوي يسمى الفلافونويد اللي كينظف خلايا الجسم، والزعتر معروف على قدرته على تقوية المناعة وتنظيف الجهاز الهضمي. من الجراثيم، ثالث مكون يحتوي عليه هذا المنتوج هو زيت الكانويلا، اللي فيه نسبة كبيرة من ليزاسيد غرا ساتوري، ونسبة من فيتامين او اللي كتعادل 17 مرة من فيتامين او اللي في زيت الزيتون. هادشي لي المعلومة فقط. ثالث منتوج هو البيبولين، هذا البيبولين يعني حبوب اللقاح. جمعتها الشركة ديالنا فوريفر من الحقول الخاصة بها، وهي الأكبر في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ضرورية لنمو الجسم وزيادة النشاط والطاقة والمناعة، بحيث بها أكثر من 96 عنصر طبيعي، وبعض المواد النادرة مثل الزنك، سيلينيون، سيليكون، ومجموعة كبيرة من الفيتامينات اللي محتاج ليه الجسم ديالنا بزاف. رابع منتوج هو فيتامين سي، فيتامين سي اللي هو مخلط بالخرطال، يعني كيعطينا واحد القوة وواحد النشاط، واحد النشاط لا مثيل له. والجسم ديالنا محتاج بزاف الفيتامين سي اللي كيقوينا واللي كيساعدنا على بزاف ديال المجهودات. اخواني، بغيت نقول لكم بان هذا الباك هذا نفعني ونفع عائلتي، والحمد لله تشافينا من هذا المرض. ولدي اللي كان فيه الحساسيه الحمد لله تشافى منها، انا كانت فيا الضيقه يعني خفافت مني بزاف، يعني وليت كندير الفونتولين قليل وقليل بزاف،
دابا هذا وقت البرد، انا مدوزه مزيان يعني، ولا مره الحمد لله مشيت للمستعجلات بالليل او بالنهار، الحمد لله مدوزه البرد ديالي مزيان والحمد لله. ونبغي نتقاسم هذا الخير مع كاع الناس اللي عانوا واللي مازال كيعانيوا بحالي. والى اللقاء، شكرا.